Bismillahirrahmanirrahim. Ebnâ-i l-Aizâ, Talab-ı Sa'at-ı Muhtemel-i Şu'ab-ı Arabi. Al-Türk'ın Sâniye, Mustafa Sâni. يجب الأخذ في الاعتبار أنه بالنسبة لمنهج المحاسبة المتوسطة 2 تم الانتهاء من شرح الجزء الخاص بمحاضرات بضاعة الأمانة بالكامل على مستوى جميع المجموعات، وكذلك تم الانتهاء من شرح محاسبة الحيازة سيطرة كاملة 100% في بعض المجموعات وليس في جميع المجموعات نظرا لظروف الأجازات، لذلك سوف يتم تدارك ذلك بإعادة عرضها بأسلوب التعليم عن بعد مرة أخرى ضمن شرح الأجزاء المتبقية من المنهج. أبنائي الأعزاء، يحاضركم محمد عبد الحافظ في شرح الأجزاء المتبقية من منهج المحاسبة المتوسطة من خلال برنامج التعليم عن بعد، والذي يتضمن عند عدد 9 ملفات تشتمل على مالي محاسبة القوائم المجمعة ملفات 1 و2 و3 و4، محاسبة الفروع المستقلة ملف 5، محاسبة الأقسام الملف 6 و7 و8 و9، والله الموفق محمد عبد الحافظ.